خليتونا هكذاك يعني بدون معلومه. اذا سي جبيلي ساغتني معك الفرصه اليوم باش يكون على الاقل نحاولوا نعرفوا اكثر تفاصيل حول هذا الملف، ولو انه الكثير من النقاط اللي تخصه كانت تم نشرها والاعلان عنها من طرف وزير سيد وزير الصناعه سيد زغدار. اولا هذا الملف الان مش نقدر نقوله، هل وصل الى نهايته المرحله النهائيه وبدايه الواقع او بدايه العمل على ارض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الملف كما قلت هو ملف الذي أسال الكثير من الحبر، وكانت لنا تجربة سنة 2020 مع المراسم التنفيذية 2226 و2227 والتي لم تسفر على اعتماد أي من الوكلاء أو المصنعي المركبات. كانوا 75 يعني كانت 75 نعم كان 75 ملف خاص بنشاط وكلاء المركبات، تم رفض منح الاعتماد بخصوصهم لعدة أسباب، يعني ما كانت أسباب موضحة لكل طالب اعتماد بمراسلة رسمية من وزارة الصناعة نظرا لاجتماع اللجنة التقنية وتحريرها لرأي بالرفض لمنح الاعتمادات كلهم. نعم يعني أهم الأسباب التي أدت إلى رفض منح الاعتمادات منذ سنة 2020 يعني منذ صيف 2020 إلى غاية صدور المرسوم 22383 المؤرخ في 17 نوفمبر، كانت هي سواء ليزانفراستركتور يعني البنى التحتية التي كانت موجهة لكي تأوي هذه الاستثمارات. نقول باللي نسبة كبيرة منها كانت مبنية على أراضي فلاحية، يعني كان لرابور التقرير الذي أعده مدير الصناعة المختص إقليميا يعني في كل ولاية، قام مدير الصناعة بإعداد تقرير مفصل حول هذه المنشآت، سواء يقول لك راهي مبنية على أرض فلاحية، سواء يقول لك باللي هذه البناية لا تستجيب للمعايير وما هيش وراهي مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به. يعني لا يعقل أنه احنا اوني اون تران دو بروفيسيوناليزي سيت اكتيفيتي نبداوها بالفوضى. نعم نبداوها يعني على أسس خاطئة، يعني ما بني على باطل فهو باطل. لذا يعني كانت اللجنة التقنية تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل اللي كانت تصدر في تقارير المدراء الولائيين للصناعة. كذلك هناك تم رفض نسبة معتبرة من الملفات بسبب عقود الوكالة الممضية مع ملاك العلامات، هي الشرط أنه تكون ممضية مع ملاك العلامات. يعني بصح أغلب الملفات كان الوكيل ولا طالب الاعتماد يمضي عقد حصري مع موزع رسمي وليس مع مالك العلامة، هذا شيء مرفوض في المرسوم التنفيذي. وهناك أسباب أخرى، يعني كل هذهما السببين الرئيسيين لرفض منح الاعتمادات. تحب نبداو في الاستيراد ولا نبداو في التصنيع؟ نبداو في التصنيع. نعم نبداو في التصنيع. احنا وزارة الصناعة شغلنا الشاغل وأهم ما نصبوا إليه هي توفير مركبة جزائرية الصنع للمواطن الجزائري، ولما لا نقوم بتصديرها بعد بلوغ نسب معينة من الإدماج. إذا اليوم عندنا على الأقل علامة واحدة تم الإعلان بشكل رسمي على أنها ستبدأ التصنيع وهي فيات. نعم. انطلق هذه العملية، انطلقت المشروع الآن، انطلق على أرض الواقع. نعم طبعا يعني بالرجوع لعلامة فيات التابعة لمجمع ستيلونتيس الذي يضم 14 علامة يعني عالمية في مجال هو جاب غير فيات المركبات. هو جاب غير فيات، لكن ما كانش حاجة تمنعه أنه راح يصنع علامة أخرى في المستقبل، يعني يقدر يصنع علامة تابعة لنفس المجمع مثلاً في المستقبل. يعني هي علامة تضم علامات كثيرة، علامة فيات، علامة بيجو، علامة سيتروان، علامة
جيب الأمريكية وكذلك علامات أخرى، يعني ما تصورش باللي راحين يخدموها هنا إلا نهضر لك على ما هادو ما اللي يقدروا يخدموهم هنا، بيجو سيتروان لا يقدر يخدم، هو له الحرية التامة، له الحرية التامة لأنه لأنهم تابعين نفس المجمع. لكن مبدئيا المصنع الإيطالي هو اللي راح يبدأ في تصنيع المركبات. بطبيعة الحال عملية إنجاز الاستثمار، إنجاز المصنع خليني انطلقت. فقط في جبيلي حتى واحد النقطة فقط مهمة جدا. نعم. هو يعني انتم ما مديتوا الاعتماد للتصنيع للمجمع وليس للعلامة. نعم، الإمضاء راح كان مع المجمع، يعني مع المسؤول الأول عن المجمع. صح، المسؤول الأول المجمع هذا. صح، هل لك بركة السي بلال. نعم. لم يتم منح الاعتماد بعد، يعني قام بإمضاء دفتر الشروط، قام بإمضاء عقد الاستفادة من مزايا الاستثمار مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. الآن هو مطالب أنه يدفع ملف كغيره من المستثمرين ليتم بعد ذلك. ما نظنش مصنع كما هذا ما عندوش شروط راح يتحصل على الاعتماد يعني بشكل رسمي يعني. هذا المجمع هل هو من خلال المفاوضات اللي كنتوا تقودوها وكنتم في سيرية تامة يعني أبدأ أنه نية أنه يقدر مش هاد السنة ولكن السنوات القادمة يخدم بيجو، يخدم سيتروان، يعني يخدم جيب، يخدم هو في لحد الساعة إمكانية. أنا لا تحدث عن إمكانية، أنا تكلمت عن الإمكانية من ناحية القانون. قانون يعني ما كانش حاجة تمنع، حاجة تمنعه في القانون أنه يصنع علامات أخرى من ناحية النوايا ديالهم. النوايا ديالهم لحد الساعة راحين يصنعوا علامة فيات. حاجة واحدة أخرى مازال ما هدرناش عليها. نعم، إذن يعني نرجع لك على ملف فيات، يعني ماشي مؤخرا برك اللي رانا في اتصال مع فيات، يعني مفاوضات كانت قد انطلقت قبل عدة أشهر وخضنا معهم اجتماعات عديدة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي وانخراطه في الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة المركبات في الجزائر، خاصة فيما يخص الإدماج، لأنه هذاك هو مربط الفرس. أنا بالإدماج راح نخلق عدة مؤسسات مناولة هي اللي راح تطلع لي في القيمة المضافة. نعم. والناتج الوطني الخام في الاقتصاد الوطني. نعم، فيات سيكون نهاية السنة بشكل رسمي مصنع في الجزائر إن شاء الله. فيات سيتونجاجي باش يخرج أول مركبة ويسوقها قبل نهاية سنة 2023، يعني نتوقع أنه راح يكون في شهر ديسمبر 2023 أول سيارة جزائرية. نعم. صنع بنسبة لا، هو نرجع لك هنا لدفتر الشروط. دفتر الشروط بعد اعتماد أي مصنع عنده مدة 24 شهر. يعني ما راحينش نكونوا احنا ريغاردون على لو طو دانتيغراسيون كي فارياليزي في هاد لي 24 موا. بصح في نهاية 24 شهر هو مطالب أنه يقدم نسبة إنتاج أو ينجز نسبة إنتاج مقدرة ب 10% على الاقل، يعني هذا سيت مينيموم كيلي 10% هذيك واش يخدم هنا مثلا؟ هو حر واش يخدم هنا. واش عندنا احنا؟ عندنا شبكه مناولين يعني معتبره، لكن ينقصها التاهيل من طرف هذا المصنع. يعني المصنع باش يركب لك قطعة غيار ولا يركب لك جزء من اجزاء المركبه على مركبته التي سيقوم بتسويقها، هو لازم يقوم بتأهيل المناول وتأهيل المنتوج، يعني أهلهم في زوج، أهل طريقة إنتاج المناول راح يكون عنده نظر فيها، لأنه مصنعي المركبات يخدموا بالريغلس كون أبل جاستين تايم، يعني هو المناول ما يقدرش يقول له لا صبر عليا مازال ما كملت لكش السلعه نجيبها لك منا. دونك كاين دي نورم للمناول لازم وفي نفس الوقت باش ياهلوا لازم يكون عندنا مناولين، لانه نتكلموا على نوفمبر 2023. نعم. يبدا الانتاج. نعم. ديسمبر 2023 كما قلت تخرج اول سياره، يعني الان يكون المناولين هم واجدين على الاقل. نعم. يخدموا مع الشركه هذه. عندنا هل مناولين هذوما مناولين جزائريين محليين ام مناولين اجانب؟
هو نرجع لك لدفتر الشروط كذلك. دفتر الشروط يلزم المصنع أنه يجلب معاه مناوليه الأجانب لكي يقيموا استثمارات في الجزائر، سواء بالشراكة مع مناولين محليين ولا بطريقة مستقلة 100% استثمار أجنبي. ماشي استيراد، لا لا، نهضر على استثمارات أجنبية مباشرة من طرف المناولين اللي راهم يزودوه حاليا بقطع الغيار. ومن الجانب الثاني المناولين الموجودين حاليا واللي راهم يعني وزارة الصناعة عرفت عدة مستثمرين اللي أبدوا الرغبة تاعهم في الاستثمار في مجال تصنيع قطع الغيار. احنا دور الوزارة عن طريق هيكل الوزارة ولا عن طريق بورصات المناولة اللي راهي متواجدة عندنا، بورصة في الوسط يعني حكمة منطقة الوسط، عندنا بورصة المناولة للغرب للشرق وللجنوب. هذه البورصات راهي تقوم بجمع كل المناولين و لي ميتر اون كونتاكت افيك لي كونستركتور هادو من اجل عمليات التاهيل. يعني راهم كثير من المناولين كانوا دخلوا في عمليات التاهيل مع المصنعين قبل ما اعتماد هذ المصنعين. يعني كاين هناك دورات وكاين هناك اجتماعات، ووزارة الصناعة تعتمد على طريقة تشاورية منذ أكثر من سنة. يعني رانا درنا مجموعات مهنية خاصة سواء بالمناولين، مناولين راهم مجتمعين وعلى بالهم، يعني باش بور نو با دوبليكي لي انفستيسمون. ماشي واحد الا كان نروح نشوف خمسه راحوا خدموا لي زوبتيك ولا لي فو ولا لي باش ما يروحوش كامل يخدموهم، باش يكون هناك توزيع وتكون هناك مردوديه لكل الاستثمارات في هذا المجال. اذا دائما في هذا الاطار هذا فيما يخص ما عدا فيات، وحنا نوليو الفيات ما عدا فيات مثلا، واش كاين شركه اخرى اللي راهي على ارض الواقع راح تبدا وتبدا تصنيع بشكل يتناسب مع دفتر الشروط الجزائري؟ ام يعني كما قلت انت في البدايه كان الملف هذا محاط بسريه، نوع من السريه، يعني قبل الوصول الى اتفاقات نهائيه. وهذا على ما اظن انه شركه رونو الموجوده يعني في ولايه وهران منخرطه تماما في الاستراتيجيه الوطنيه. يعني هذا هو الشرط الاساسي، انه المصنع ينخرط في الاستراتيجيه المسطره لتطوير انتاج المركبات في الجزائر. يعني كذلك يعني 2023 تبدا تدخل السوق بشكل ماشي كيما رانا نشوفوا الان. نعم، رونو راح ينتقل من نشاط التركيب مسبقا، يعني بالعوده الى المرسوم الملغى رقم 17344، نشاط كان اسمه نشاط تركيب وانتاج المركبات. نعم، الان اللي راح نتصنع نروحوا لنشاط تصنيع المركبات. يعني رونو راح يكون عنده مرحله انتقاليه لانه مازال رونو عنده بقايا لي كوليكسيون اسومبلي في المصنع تاع وهران، راح يخدم حتى ينتهي من تركيب الاجزاء اللي كان استوردهم من قبل، ثم ينتقل بعد ذلك الى نشاط التصنيع وفق المرسوم الجديد ودفتر الشروط الجديد. كذلك 2023 يدخل في اطار تصنيع رونو ان شاء الله. نعم، شحال عندهم سياره؟ رونو حاليا عنده طاقه انتاج نظريه تقدر ب 75 الف سياره سنويا، لكن بوضع البارامتر الجدد مع المرسوم مع دفتر الشروط الجديد راح يعاود ربما هيكله الاستثمار تاعو. ما عنديش فكره على العدد اللي راح يقدر ينتجهم مستقبلا. نعم، الانواع تاع السيارات اللي راح يدخل بهم للسوق، انواع هما الانواع اللي راهو ينتج فيهم حاليا. سيمبول ستيب واي، غير انه المرسوم الجديد او دفتر الشروط الجديد بموجب المرسوم 22384 على اي مصنع للسيارات السياحيه وللمركبات السياحيه والنفعيه الخفيفه باضافه موديل للمركبات النفعيه الخفيفه، يعني هو ملزم انه يقوم بتصنيع سياره نفعيه خفيفه. كونغو مثلا ولا مثلا عندهم هما كونغو اعتقد ولا هذا الامر يرجع لهم، يعني هما لهم الخيار لوضع استراتيجيتهم التصنيعيه والتسويق. نعم، فيما يخص فيات انواع طنو السيارات اللي راح تدخل بها، شحال عندها من نوع؟ فيات تكلم عن اربع موديلات للسيارات
بما فيهم نوع من المركبات النفعية الخفيفة. يعني أنا أحبت أنه المتعامل هو اللي يتكلم عليهم على الموديلات. نعم نروح إلى الأسعار لأنه نعم. الآن تكلمتم أنتم للتصنيع والاستثمار في الجيش جميل نعم. قمتم به خدمتوا على مدار هذه السنة ونصف، هل رأيت تجيب المواطن في هذا الأمر كذلك؟ طبعا يعني برجوع المياه إلى مجاريها كما يقولوا راح يرجع الأسعار كما كان عليه الحال من قبل. الأسعار الحالية يعني مع أنه ماهوش اختصاص وزارة الصناعة أنه نتحدث عن الأسعار خاصة، ولكن انتم اللي كنتوا في المفاوضات نعم انتم اللي نعم تعرفوا الأسعار راح تكون يعني نفس الأسعار المطبقة في الدول الأخرى نفس الأسعار بالرجوع إلى سعر الصرف العملة الصعبة راح تكون أليني افيك لي زوتروبي. دونك السيارة اللي تباع في إيطاليا بسعر نحولوها للدينار وهذاك هو سعرها. ما التخفيضات راح تكون مقارنة بالأسعار الحالية راح تكون تراجع كبير. الأسعار الخيالية ماهيش مرجعية، لا الأسعار الحالية بلوتو ماهيش مرجعية لأنه ما كانش وفرة في السوق باش نتحدوا على الأسعار. الأسعار راح تولي كما كانت في سنوات 2016 و2015 لما كان الاستيراد والتركيب داكتواليتي. نزيد حاجة هنا بالك نذكر رقم، يعني وزارة الصناعة ولا الدولة من خلال قطاعاتها المعنية سواء وزارة التجارة وزارة الصناعة وحتى قطاع إدارة الجمارك وإدارة الضرائب راح يكون عندهم رقابة مشددة حول نشاط خاصة وكلاء المركبات اللي نرجع نعطيك رقم أنه قمنا باستيراد 28 مليار دولار بين 2012 و2016 كمركبات، يعني مركبات سياحية وأنواع أخرى من المركبات بين 2012 و2016 يعني مدة 5 سنوات استوردنا ما قيمته 28 مليار دولار من المركبات. يعني باش نشوفوا حجم السوق وحجم وأهمية النشاط، نشاط استيراد المركبات ولا حتى تصنيع المركبات. يعني احنا ماذا بينا 28 مليار دولار هذيك استمرناها لهنا يعني. نعم هذا هو بيت القصيد، يعني انه نحولوا هذه الواردات. يعني كي نقول واردات انا راح نستورد مركبه هي تمويل لاقتصاد دوله اخرى. يعني سي ابناء الدوله هذيك اللي راحين يخدموا والعائلات هذوك اللي راحين وحنا نستهلكوا. يعني احنا حبينا نقلبوا الصناعه انها تسمو على الاستيراد، والاستيراد راح يكون في 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 على المدى المتوسط ان شاء الله نمولوا الاستيراد تاعنا من خلال تصدير المركبات ولا قطع الغيار. نعم اذا سيد جبيلي هذا فيما يخص ملف التصنيع وراح نوليو له كذلك لانه ملف شويه نعم ثقيل وملف مهم جدا يعني اذا نعم. حبينا نعطيه له حقه. نروحوا لملف الاستيراد. نعم تحدثتم عن استيراد السيارات والمسموح به قانونيا بداية 2023 نعم. الآن فتحتم بوابة، البوابة يقوم مفتوحة للتسجيل أنه أي كان أنا قد أسجل ونقول لكم باللي نسحق من عندكم، يعني مش لازم تعرفوني شكون أنا ولا عندكم طبعا. ملف ديالي ولا شحال حتى الان شحال كاين واحد سجل؟ طبعا هنا نقطه مهمه جدا، يعني لانه من خلال ما تداول في القنوات الاعلاميه ولا على صفحات التواصل الاجتماعي كان هناك نوع من المغالطه في المعلومه، لانه تحدثنا من قبل على 120 ولا 122 حساب مفتوح، يعني سي ديزيدونتيفيون سور لا بلاتفورم، يعني انه يفتح الحساب ويضخ المعلومات الخاصة بالشركة تاعو، رقم السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي، ولكن لم نتحدث عن الطلبات لغاية اليوم. يعني أنا نعطيكم أرقام حصرية ليوم أمس، المنصة الرقمية كان هناك 152 حساب مفتوح، يعني جو دي بيان جو جانسيست حساب مفتوح 152 حساب. نعم يعني حساب لا يعني طلب. وهناك كان هناك بالنسبة للطلبات
بالنسبة لطلبات الرخص المؤقتة كان عندنا 21 طلب رخصة مودع في المنصة الرقمية بالنسبة لكل أنواع المركبات، وكان هناك 13 طلب بالنسبة للرخصة المؤقتة لوكلاء الآليات المتحركة لزونجان رولون وكالصنيع. نعم يعني نعاود برك لأكثر دقة، كان عندنا هناك 152 تسجيل في المنصة الرقمية من أجل الحصول على اعتمادات تخص كل كل عملية تسجيلات. لما واحد يسجل يعني يكون عنده ان كونت في لابلاتفورم، مازال ما على باليش مازال ما على باليش واش راح يدوموندي، كيما يقدر ما راحش يدوموندي. كاين الفضوليين لأنه يفتح حساب وبدون سونز اوكين سويت. 152 نعم نعم. وكاين 21 طالب للرخصة المؤقتة، للرخصة المسبقة بلوتو واسمها الرخصة المسبقة. دوك نفهموا واش معناتها الرخصة المسبقة. كاين 21 طالب للرخصة المسبقة فيما يخص كل انواع المركبات، يعني مركبات سياحية، حافلات، شاحنات، مقطورات وغيرها والدراجات النارية. هادو فيما يخص عملية الاستيراد. عملية الاستيراد نعم. وكان هناك 13 طلب للرخصة المسبقة فيما يخص الآليات المتحركة دائما في مجال الاستيراد، وكان هناك 3 طلبات في مجال التصنيع، يعني رخصة مسبقة في مجال التصنيع. هذو هما الإحصائيات تاع يوم أمس. نعم سي جبيلي، فيما يخص الاستيراد مثلا، هل يسمح لأي وكيل أنه مثلا فيات راح تصنع سيارات في الجزائر، هل يسمح لوكيل آخر أنه يستورد سيارات فيات؟ أنا نرجع لك للشطر الرئيسي لعملية الاستيراد، يعني باش واحد يحصل على الاعتماد لاستيراد علامة معينة لازم يكون عنده وكيل، لازم مالك العلامة هو اللي يمضي معاه عقد حصري. ومادام يعني العلامة راه موجود، يعني ما راحش تكون منطقية أنه فيات متواجد بمصنع ويعطي الشخص آخر أنه يسوق له. إذن فيات حتبدأ عملية الاستيراد هي. نعم فيات مطالب أنه يودع ملف كغيره من 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 طالبي اعتماد نشاط وكلاء المركبات، يدرس الملف على مستوى اللجنة التقنية ثم يمنح له الاعتماد ليقوم ببدء الاستيراد. استيراد متى نستطيع أن نقول بدأ مسموح له بداية استيراد أو دخول أول سيارة مستوردة أو عودة سيارة المستوردة على الأقل اسمها باتش؟ نعم يعني راح نوضح الإجراء وما نقدرش نتحدث على تواريخ. أنت شوف أنت قلنا الإجراء وإحنا خلينا لا بصح الإجراء جزنوا هكذا. الإجراء ما هوش راح يؤدي بالضرورة إلى اعتماد فلان إكس ولا إجراك. لا في حال إجراء أنا باش نعم. تاك تروح لي هكذا نتيجة نهضروا في الكونديسيونيل كما يقولوا. في حال الإجراء، في حال توفر فيه كامل شروط الشخص هذا إكس توفروا فيه كامل الشروط وشنو هي المراحل ومن بعد المراحل التاريخ. دونك يعني واحد متوفرة فيه الشروط، فرضا أنه راهو فتح حساب في المنصة الرقمية وراه دع ملف في المنصة الرقمية لطلب الحصول على الرخصة المسبقة. هذا الأسبوع اليوم يعني المساء اليوم راح تجتمع لجنتين تقنيتين في وزارة الصناعة من أجل وضع النظام الداخلي لسير هاتين اللجنتين. يعني هذا واش كان ينقصنا لبدء معالجة الملفات. لما توضع النظام الداخلي لهاتين اللجنتين راح الأمانة التقنية للجنتين راح تبدأ بضخ الملفات للجنة التقنية. اللجنة التقنية من يوم حصولها على الملف، قبل ذلك يعني لما يضع المستثمر ملفه في المنصة الرقمية احنا راح نشوفوا لا ريسيفابيليتي تاع لو دوسي هذا. نعم اسكو الى ديبوزي دي دوسي كونفورم دي دوكيومون كونفورم. عندكم اجل فيه في المنصة الرقمية؟ ما عندناش اجل، يعني بصح راح تكون انستونتانيمون. كاين اطارات راهي في الوزارة تبع هذه الملفات، يعني لو دوسي كي يتحط في لا بلاتفورم ساعات قليله من بعد نعطيو له لا ريسيفابيليتي. اون فوا نعطيو له لا ريسيفابيليتي تاع لو دوسي يل فا ريسيفوار اون انفيتاسيون بور ديبوزي لو دوسي اوريجينال. دونك يجي الغدا من داك ولا لا دات اللي نعطوها له يدفع الملف الاصلي للطلب تاعو. هذاك الملف
ابتداء من دفع الملف الأصلي نبدأ نحسبه 30 يوم للحصول على الرخصة المؤقتة. خلينا نحسبها وحدي. يعني تقدر تكون من على 15 يوم ولا أول دفع أول الملفات. أوكي. من على 15 يوم يعني نقولوا يوم 20 ل 20 نوفمبر 30 يوم عنده. أحسبها أنت أنا جبتي فرمة. نعطيك الإجراء تعطيني الإجراء فوالا دونك يعني إن فوا يحط لو دوسي تاعو أوريجينال لو دوسي راح يروح للجنة التقنية اللجنة التقنية عندها 30 يوم باش ترد بالنسبة للرخص المسبقة للرخص المسبقة ما راحش يكون هناك ما راحش تاخذ وقت كبير لأنه فيها دراسة الملف على الورق ما فيهاش خرجات ميدانية لمراقبة المنشآت و اللي عنده المنشآت عنده 30 يوم تعطيه له لا نهضروا على الرخصة المسبقة رانا مازلنا ما عنده المنشآت راهو مفروض عليه يفوت على الرخصة المسبقة دونك كي يدير الرخصة المسبقة تاعو هذا اللي عنده المنشآت يقدر الغدا من ذاك يديبوزي لو دوسي تاعو بور لاغريمون اللي ما عندوش المنشآت عنده 12 شهر باش يروح يوجد المنشآت تاعو وقت اللي يكمل يعاود يديبوزي هذا خلينا منه قعدوا في هذاك اللي عنده المنشآت اللي عنده المنشآت دونك يقدر يديبوزي لو لوندوما عندنا 10 ايام باش نديروا له المدير الولائي المختص اقليميا يروح يخرج يدير له الزياره الميدانيه والمعاينه للمنشآت نتاعو يعني راح يكون ماشي المدير الولائي هذه مستجده ثاني في المرسوم الجديد راح يكون مدير الصناعه الولائي مرفوق بممثلي عن القطاعات الاخرى في الولايه عن قطاع السكن قطاع الحمايه المدنيه وغير ذلك وقطاع البيئه وكل يعني القطاعات التي يمكن ان يكون لها راي في المنشآت التي ستأوي هذا يعني المشروع. يعني رانا في 1 فيفري. نعم هو من يوم طلب من يوم طلب الاعتماد النهائي اللي راح يسمح له بالاستيراد عندنا 30 يوم العشر ايام راهي محسوبه في 30 يوم. يعني كي يدفع خلاص طلب رانا في 1 فيفري بتلفها لي سي جبيلي كمل. خلاص عنده شهر باش يدي سواء رأي بالرفض أو رأي بالموافقة. إذا كان عنده كامل الشروط في 1 فيفري يقدر عنده الاعتماد باش يبدا يستورد. لا 1 فيفري ياك تهضر على 10 أيام حسبت 10 أيام إلا ما رانيش غلط. نزيد 20 يوم. نزيد 20 يوم. يلا 20 فيفري. 20 فيفري يقدر يتحصل على الاعتماد. بعدين يقدر يستورد إذا توفروا فيه كامل الشروط. يقدر يستورد نزيد هنا نقطة ثانية مهمة جدا. انه الاستيراد هذا يدخل في هو نشاط استراتيجي بموجب قانون الماليه يقول لك باللي النشاط الاستراتيجي وبموجب المرسوم الصادر سنه 2021 يعني لهذا اللي فرض لك انك تتحصل على رخصه من مصالح وزاره التجاره للاستيراد من اجل البيع على الحاله يعني وكيل المركبات لما يتحصل على الاعتماد يتوجه لوزاره التجاره فيما يخص عملية الاستيراد هدية هل الأسعار كذلك مراقبة؟ نعم هنا اللي قلت لك من قبل أنه راح تكون رقابة شديدة من كل المصالح سواء وزارة الصناعة ولا وزارة التجارة الجمارك وكذا الضرائب لأنه كان هناك في الفترة اللي قلت لك استوردنا فيها 28 مليار دولار كان هناك تجاوزات كبيرة ودي سور فاكتوراسيون يعني أدت بنا إلى استنزاف العملة الصعبة بشكل كبير من الخزينة العمومية يعني أمام ليزانفراكسيون للمخالفات اللي راحين يقوموا بها الوكلاء في هذا المجال ما راحش يكون هناك تسامح يعني بمجرد إثبات أي مخالفة من هذا القبيل راح يسحب الاعتماد إضافة إلى العقوبات الأخرى التي تفرضها إدارة الجمارك وإدارة الضرائب وإدارة التجارة. نعم إذا جمعنا رونو فيات حتى الآن هما اللي راهم على الأقل باينين ظاهرين اللي راكم تفاوضوا معهم وأنا لا أتذكر لا أسماءهم ولا الشركات ولا أجبرك لا أبحث عن معلومة لأنه ما دام الأمر راه يتم في إطار خدمة الوطنية سرية فيه وسرية في الاقتصاد الوطني هي من سرية الأمن طبعا حتى نكونوا واضحين في هذه النقطة أنا لا أبحث عن سكوب من عندك ولا إذا جاء مرحبا به ولكن إذا كان يضرب الاقتصاد الوطني ويضرب سرية الاقتصاد فهذا لا ما راح يسمن ولا يغني من جوع نعم يعني في هذا الباب نتأكد ربي يعاونكم رحمه الله سي جبيلي فقط في هذه النقطة فيما يخص رونو فيات هل عندنا راح يغطيوا على الأقل نسبة كبيرة من السوق الوطنية في 2023؟ نعم يعني السوق الوطنية
في الحالات العادية يعني بدون ذكر الندرة السوق يتراوح بين 300 و 350 ألف مركبة سنويا. نقدروا نقولوا باللي راحين يقدروا يغطيوا أكثر من 50% من الطلب الوطني في الحالة العادية. بصح يعني السنوات الأولى من الاستيراد راح يكون هناك عجز يعني سيلبى من قبل الوكلاء الذين سيتم اعتمادهم. هذوك يغطيوا على هذاك نعم على هذاك العجز إضافة إلى المصنعين الآخرين. يعني نأكد لك أنه رانا في مفاوضات أخرى مع مصنعين عالميين في تصنيع المركبات السياحية والنفعية الخفيفة. إذا تم الاتفاق على إنجاز مصانع أخرى يعني سيكون من شأنها أن تغطي أكثر المفاوضات التي تقدمه. نعم راهي متقدمه. نعم راهي متقدمه سورتو مع صدور القانون المرسوم ودفتر الشروط. دونك الرؤيه راهي واضحه الان والمستثمر اللي راهو منخرط في الاستراتيجيه الوطنيه راح يكمل اللي يشوفها باللي هناك يعني شروط قاسيه على التصنيع يقدر ينسحب بكل حريه تامه. دونك نعم. اذا احنا اليوم بهالتاريخ بالذات تعقيد 5 ديسمبر من السنة الماضية كانوا الجلسات تاع الصناعة. نعم. واللي كان حضر في هذا اليوم اعتقد رئيس الجمهورية وين القى الكلمة ديالو اللي كانت مشهورة هذاك وين فتح النار على الكثير من كانوا يعيقون عملية التصنيع الحاليين والسابقين ويعرقلوا في عملية التصنيع. فقط بين قوسين حتى نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. نتمنى فقط انه يخليكم تخدموا ان شاء الله على مستوى وزاره الصناعه وكذلك السيد زغدار سيد وزير الصناعه اللي يخليوه يخدم لانه للامانه في ظل هذه السنه في هذا العام حقيقه احنا كاعلام كان عندنا صعوبات معكم صعوبات للوصول الى المعلومه صعوبات كبيره ولكن في نفس الوقت رانا نلمسوا انه هناك عمل على ارض الواقع لهذا نتمناو انه يخليو هؤلاء الشباب يخدموا عمليه التكسير هذه سواء منا احنا كاعلام ولا من الناس اللي راهي تكسر ولا ناجلوها يلا اذا ما قدرناش نحبسوها ناجلوها شويه نخليو شويه الصناعه ديالنا تتقدم وتافونسي لانه شاء. امور الكلام اللي راك تقوله امور مليحه وامور تفرح لانه في النهايه هذا مستقبل بلادنا في التصنيع نحبسوا على الاقل طرباندو عقلية طرباندو تروح من هذه البلاد ندخلوا في عملية التصنيع لهذا تمنى كل التوفيق للسيد وزير الصناعة وكاين وزارة كذلك آخرين اللي خدموا نتكلم على وزير الصناعة مادامكم اليوم راكم هنا تمثلوا وزارة الصناعة كاين أمور اللي تجسدوا على أرض الواقع بينهم رفع العراقيل للمستثمرين في هذه النقطة بالذات هل هناك مستثمرين في هذا المجال كان عندهم منشآت وعندهم كذا وكان عندهم عراقيل أن تم رفعها؟ طبعا يعني هنا فتحت لي الباب أنه نهضروا على الأنواع الأخرى من المركبات. نعم. يعني كان عندنا هناك مصانع وما زالت عندنا مصانع للتركيب كانت تنشط فينا في مجال تركيب سواء الدراجات النارية ولا الجرارات الفلاحية الجرارات الطريقية يعني التراكتور روتي ولا القاطرات والمقطورات ونصف المقطورات هادو للأسف يعني كانت عندهم صعوبات كبيرة باش يواصلوا النشاط تاعهم في غياب الاعتمادات في المرسوم السابق لكن الآن وكنا قد اجتمعنا بهم يعني في وزارة الصناعة بعد صدور المرسوم وين نزيد نأكد على حاجة أنه تم إشراكهم في صياغة المرسوم وكذلك في صياغة طرق حساب نسب الإدماج باش واحد ما ينضر من هاد الطريقة. أنا كإدارة ما نقدرش نروح نفرض عليه نسب طريقة حساب لنسبة إدماج اللي راح تعجزوا ولا راح تسبب له عراقيل. يعني خدمنا معاهم بصفة تشاركية وبإذن الله هاد الصدور المرسوم ودفتر الشروط الجديد هذا سيتم اعتمادهم في فترة جد وجيزة وراح يستأنفوا النشاط تاعهم خاصة
في 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 مجال المركبات اللي سميناها في المرسوم المركبات الصناعيه ولا لي فيكول اندستريال، يعني نقصد بها الشاحنات والجرارات والحافلات والمقطورات ونصف المقطورات، اضافه الى الدراجات الناريه تاني اللي ولات كعنصر انتاج ولا سي ان اوتي دو برودكسيون. دونك يعني هادو رانا تاكلين عليهم باش نمولوا القطاعات الاخرى، سواء قطاع الفلاحه ولا قطاع النقل ولا القطاعات الاخرى، بهذه التجهيزات على حساب ما سيتم استيراده. يعني ماذا بينا احنا المصنعين المحليين هم اللي مولوا السوق الوطنيه وليس المستوردين. سيد محمد جبيلي، مدير صناعه الميكانيكيه وصناعه السفن وبوزاره الصناعه، انا اتمنى دوما لقائك لانك شاب والحمد لله ما شاء الله وشفناك يعني في خاصة في هذا الملف. كما أذكر أنه رفقة سيد زغدار وزير الصناعة وكل عاملين بهذا القطاع، أتمنى لكم أنه تكون هناك صناعة حقيقية في هذه البلاد على أرض الواقع، يكون استثمار على أرض الواقع. كفانا معقلية طرباندو، كفانا معقلية اللي عنده شكارة يروح يستورد يخرج العملة ويدخل الحجر، والمواطن في النهاية هو اللي يخلصها غالية. يعني لما يكون هناك نقص سيولة وتكون هناك نقص العملة، في النهاية الفاس يطيح على رأس الزوالي. إذا سيد محمد جبيلي كنت ضيفا عزيزا على ضيف المورنينغ، شكرا لكم. العفو، بارك الله فيكم، أتمنى كل التوفيق للجميع إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية عدد اليوم من ضيف المورنينغ، على ما نلتقي بكم غدا إن شاء الله. ما بقى لي في الأخير إلا نقول لكم أدام الله عز الجزائر حفظ أمنها وستر شعبها. أترككم مع فريا اللي حبت تتواصل معنا إذا وتطلق الآيفون. أكيد، شكرا جزيل الشكر لك جلال، على أمل أن ألقاك غدا نفس المكان نفس التوقيت ضمن فقرة ضيف المورنينغ. عودة إليكم مشاهدينا، الآن نتعرف إياكم على أهم الخرجات المبرمجة لنهار اليوم، السياسية الاقتصادية والثقافية منها في هذه الورقة. عودة إليكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا اللحظة، راكم مع برنامجكم الصباحي المورنينغ. إذا مشاهدينا الآن نقف عند نتائج مونديال قطر 2000